لحد هلا انت تحملت كتير بسببي يا سيد جل، وكل شي صار معنا بهالفتره بسببي، ولا تخلص من هالورطه صار هالشي مسؤوليتي انا. وبعرف كمان انه فيني ساوي هالشي. بابا أنا من وقت تزوجته للسيد جاي أخذت على نفسي وعد، وهالوعد هاد إني وقف معه بكل مشكلة بتواجهه، وأنا لحتى أوفي بوعدي مضطرة أخلف بوعدي لأمي يا بابا، وهذا بيعني إني لازم بيع المجوهرات يلي تركتهم أمي، مع إنه أنا وعدتكن إني أهتم فيهم وما أعطيهم لأي حدا لو حتى شو ما صار. بس أنا اليوم صرت مضطرة بيع مجوهراتها لأمي، هذا لأنه ما في شيء أغلى من اللي علمتني إياه. أنا من وقت كنت صغيرة أمي ربتني على القيم وعلمتني إنه ما في شيء أغلى من راحة البال، ولو إنه الماما لساتها عايشة لحد هلأ يمكن ما كانت منعتني وكانت عطتني إياهن لبيعهن، لأنه هي علمتني ضحي بكل شيء مشان اللي بحبهن. أنا آسفة كتير يا بابا لأنه مشكلته للسيد جاي أنا السبب فيها، بصراحة ما في غير هالطريقة لحتى أقدر حل فيها هالمشكلة. شو هالمكان هاد؟ أنا ما شفت هذا المكان من قبل، كمان الماما متصورة عند هذا المكان، بس هي ليش ما خبرتني شي عن هذا الموضوع؟ شكرا. شوفي هي ما احلاها. لو سمحت. تفضلي مدام، شو بتريدي؟ بصراحة أنا بدي بيع هالمجوهرات. حضرتك بدك تبيعيهم؟ ايه طبعا. ماشي خليني اشوفهم. بصراحة هالمجوهرات قديمة كتير، وحضرتك مانك مهتمة فيهم منيح، يعني الذهب يلي فيهم متأزي، وأنا ما بقدر أدفع لك فيهم مبلغ كبير. طيب قديش بدك تدفع لي؟ بصراحة أنا ما فيني أدفع لك أكتر من 1,000,000 روبية. بس هيك؟ اسمع يا أخي، هالمجوهرات بتساوي أكتر من 2,000,000 روبية. يمكن، بس أنا ما فيني أدفع لك أكتر من هيك. هاي بتكون باني والي، مرت أخوها لجيازة، معقول هي وضع سيء لهالدرجة حتى تضطر تبيع المجوهرات؟ ودائما جيازة كانت تشوف حالة علينا وتتباهى بثروتهم وأملاكهم، وهلأ أجتني الفرصة حتى أشمت فيها. لو سمحت. تفضلي. ورجيني هالمجوهرات. بصراحة تصميمهم عجبني كتير. لمين هدول؟ هدول إلي أنا. هلأ حابة أشتريهم ورح أدفع لك